اهلا بيكم في حلقه جديده برنامجكم طبخه ونص. هنعمل برضو معانا صنفين فريك النهارده. هنعمل صنف فريك بالسلق، يعني هنعمل حمر سلق مع توم وشويه شطه كده وبتاع، اوكي، والفريك وندخله الفرن ونسيب الكريمه ويبقى حاجه جديده حلوه قوي 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 قوي. وبعدين هنعمل حماميه كده ايه بشويه فريك برضو، محشي بفريك. طب تعالوا نبتدي في الحدوته دي ازاي. هنعمل ايه بقى؟ هناخد هون محترم ونحط فيه شويه ثوم محترم وعليه شويه ملح. طب محترم بس ايه، شوف ملح حلوين بقى عشان هما دول ايه تمليحه المواضيع، دول تمليحه المواضيع، يبقى كده اوكي. فالفوله نونه كده اهو، ثوم الملعقه، ثم نعمل كده انا بحب قوي استعمال الملح الخشن في المطبخ، اوكي. زمان زمان كان في ملح سفره بيبقى خشن، سوري، ملح سفره ناعم وملح طبخ خشن، خشن يعني خشن. دلوقتي ما عادش، دلوقتي الملح كله ناعم تقريبا، وده مش احلى حاجه. ولما تلاقوا الملح مكتوب عليه اضافه يود اعرفوا ان ده مش ملح، مش سي سولت، مش ملح بحر، لان ملح البحر اساسا فيه يود. anyway كويس. في ملح رشيدي، وده على فكره بتلاقوه بيتباع بالكيلو عند العطارين، ملح خشن، ده حلو قوي، حلو في المخلل، حلو في الطبيخ، حلو في تطهير البيوت من حاجات مش لطيفه، اوكي. يتحط في الميه ويتمسح بيه البيت والارضيات والحيطان والكلام من ده، ممكن جدا مع فتح الشبابيك الاول، وبعدين نعمل الكلام ده عشان ايه نطلع بيسموها الفايبس او الذبذبات او الموجات السيئه، باد فايبس بيسموها كده. طيب مش هحط الشطه دلوقتي، قولوا لي ليه، لان لو حطيت الشطه دلوقتي وحطيته على النار هيطلع لي ابخره انا في غنى عنها، والرئه عندي في غنى عنها، هتضايقني قوي، فما فيش داعي من الكلام ده. خلوني الاول ايه احط السمنه، وانا مسخن الطاسه حبتين كده اهو. هنحط السمنه anyway. لا ايه ده، تو ماتش. هنحط السمنه anyway. كويس. على مهلك ده مدقوق، خليك على جنبك مدقوق. ناخد بقى السلقه ونخرطه تخريط 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 تخريط، ها؟ ولازم يكون عارفين ان هو هيخش النار، هيعمل كده ايه زي السبانخ، عالي عالي وينزل على ما فيش، اوكي. وبعدين ينشف بقى، يتحمر كده، وبعدين يدق مع الثوم ويعاد تحميره مره اخرى. هنشوف حاجات كده، فرجيني. اوكي ايه، بسم الله. اوكي عيشي بقى. كده بدأنا نخش في ايه اهو، يعني اتسوت. طيب هناخد بقى ده حطه على الثوم، ازيده شو اسمه دق، واعيده مرة اخرى ويعاد مرة اخرى. كده اوكي، الثوم ريحته طلعت معانا واختلطت. ننزل تاني بقى، ننزل تاني نار، شغلانه هي راح. اوكي يلا يا عم، تعالي لي الليلي.
المطلوب هنا ان الثوم يتحمر، اوكي؟ وبعد ما الثوم هيتحمر اللون الابيض ده يروح، هيكون السلق فقد ميته كلها ان شاء الله، واتحمر هو الثاني. ما تسهوش عليه بقى، حطوش على النار وتروح تعملوا حاجه وتقول ما عبال ما، لا مش عبال ما حاجه، تقفوا قدامه من فضلكم. دايما انا اتخانق مع الناس اللي بتطبخ الحاجه، في حاجات معينه ما ينفعش تسيبها وتمشي. يعني هو طبعا ينفع رجلك هتوديك، لو عايز تمشي هتمشي، لكن مش هتطلع مظبوطه. الشعريه مثلا ما ينفعش تحط الشعريه على النار في السمنه وتسيبها وتمشي، ما ينفعش. ولا حتى لو كنت كل دقيقتين بصيت لها، ما ينفعش. تفضل قدامها يا حبيبي وتفضل تقلب فيها حضرتك. مش عاجبك ما تاكلش شعريه. ام سوري، يعني موضوع مضايقك زياده عليك شويه، ما تاكلش شعريه، بلاش. يا اما هتلاقي بقى الشعريه بتاعتك ايه؟ فيها حبايه مستويه زياده، لونها مغمق شويه زياده، وحبايه مش احلى حاجه، والكام حبايه اللي كانوا لازقين على قعر على الجدار الحله اتحمصوا شويه غير الباقي. لا انا عايز الشعريه كلها تبقى لون واحد، كله لون واحد. اوكي، هنبص بقى كده نلاقي ايه، الدنيا احمرت لطيف، الله جميل قوي. السمنه بكت اهي، يعني فيها سنونه كمان يا اولاد، سنونه النونه، ريحه حلوه قوي قوي. وطبعا السلق قد كده غمق وقد كده نشف ميته، فعلى طول كده اهو ايه، لطيف لطيف، مش محتاج حتى يدق تاني، هو خلاص يعني هنعمله كده. بص بقى، بص بقى، ناخد دي، ناخد دي اللي عامله كده دي، ونعمل كده. جميل جمال، يعني عشان لو في حاجه بس ايه ماسكه نفسها شويه نحاول ان احنا نفتتها قدر الامكان، يعني قدر الامكان. انا شايف لونها حلو قوي، جميل جمال. اوكي، تعالوا بقى ايه، حط عليه هذا الفريك اهو. استنى اما اشوف، استنى اما اشوف، وشوية الشطاطة، شوية الشطاطة. ريحة الشطة طلعت طبعا اهي، بانت في عينيا طبعا، باين على طول على طول. تناسقنا، تا ايه، ناسقنا. ها شوية نونة، مش نونة قوي يعني، تقليباية وإيه، ونغرفها في الطاجن ثم نزيدها وندخلها الفرن. أوكي، يلا بيكا يلا بيكا. ايه اوعى، يلا شوية المية بقى. تمام، وريني. اوكي، يعني ايه، يعني كده، يعني ادخلها تمص الميه دي، اديها الكريمه بتاعتي بس، وهي في ميه كمان بقى، يلا عشان شوف ميه كمان، معلش. اوكي، يلا بقى، جميل. طلع اللي في الفرن ده بقى، يلا بينا نحطه بقى. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ولد يا ولد.
اوكي نطلع فاصل ونعود ونواصل بعد ال يعني بعد الفاصل هنرجع ان شاء الله يكون هي شربت الماء بتاعتها نزودها شويه كريمه تاني ونشوف نكمل بيه حلقتنا مع بعض ابقوا معانا. اهلا بيكم بعد الفاصل. يلا حمام حمام وفريك وحدوته جميله قوي. اول حاجه هنعملها هنحط شويه سمنه ونحط شويه بصل وعليهم شويه فريك اوكي ملح وفلفل كتير وجوز الطيب. اقلبها تقلبتين واحشي بيها اوكي هنشوف هن ايه شوف ادي واحد تعالي لي انت ما انت قاعده من بالك مده محدش سال فيكي مش كتير كتير مثلا اوكي ماشي ماشي مش كتير كتير ها ولا كتير دول ما عليك يلا ملحاتك وتكون حادقه سنونه سنونه وفلفلات طيب حاجات الفلفلات تعالوا لي بقى تعالى جنبي انت فين هكذا فلفلات والله انا خايف منك خليها ملح بس دلوقتي ليه خايف منك لان انا عارف لو حطيت ال شو اسمه الفلفل دلوقتي هيطلع بخير على على الواحد وهو بيطبخ هتبقى فخلينا انا اخلص ده يعني ادبله سنونه نونه نونه اوكي وبعدين احط ملح في الاخر مفيش مشكله خالص دلوقتي ممكن احط شويه جوز الطيب هات معلقه صغيره فرق بين الكلام ده وبين المرته ايه يا اولاد يا هبايب اقول لكم الفرق بين ده وبين المرته حاجتين اولا المرته بصلها بيبقى مبشور ده من حيث الشكل اما من حيث التكوين ما فيهاش جوز الطيب فيها كمون كتير لايك مثلا ضعف كميه الفلفل كمون يعني لو حاطط مثلا معلقه كبيره فلفل معلقتين كبار كمون وهكذا اوكي تمام وغير هذا وذاك ما بيتحطلهاش قصدي ما بتنزلش على النار ما بتتحطش على النار المرته ما بتتحطش على النار اوكي ني في ني وبيتحط لها شويه رز خصوصا في الطيور الصغيره تمام بس خلاص شويه رز صغيرين قوي يعني مثلا لو اتكلمنا في ست حمامات مثلا نحط معلقه رز كبيره على الخلطه بتاعتهم اوكي هيستوي بايه هيستوي بالميه اللي نازله من البصل بصل كتير قوي مبشور من ميه الميه اوكي ما بتعصروش تحطوا ميته بحدوته كلها اوكي بس فخيمته فخيمته طيب هنحط هنا بقى شويه من ده اوكي ونقلب وبزياده جدا جدا علينا ونبتدي نحشي طيب بسم الله الرحمن الرحيم اوبا تمام تعالي لي وهاتي ملعقايا والباقي هيتحط طبعا مع حدوتة الباقية تعالى لي بقى براها سخن سخن ها مش بايدك ومش هحشي تحت الجلد يا جماعة ها لان ده مدفوس مدفون يعني في البتاع في الطاجن مش محتاج احشي تحت الجلد اوكي
هيطلع منه شويه طبعا، هيطلع منه، هيطلع يروح فين؟ يروح في الطاجن اللي هو ايه مع اخواته يعني زمايله، زمايله من ايه، من شو اسمه، انت عايز تتاكد انها داخل كلها جوه، تتاكد. اوكي يلا نجيب بقى ايه مثلا، مثلا مثلا ما تيجي نعمل، تيجي نعمل طاجن نونه، تعالى. اوكي هنحطه كده شويه سمونه الاول، سمنايه سمنايه صغننه. اوكي دي عشان اسك. طيب ده بدايه كده. اوكي يعني مثلا 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 تعالى بقى شيل دي. ايه رايك لو عملت واحده تانية تخش معاكي؟ تخش معاكي. طيب مطلوب تاني. اوكي نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل الطاجن بتاعنا، ابقوا معنا بعد الفاصل. اوكي بعد الفاصل رجعنا تاني وحاجات حلوه قوي. استنى عليا بقى حبيب قلبي شويتين، 3 4 17 هحط لك شو اسمه طماطمطات، وانا عايز طماطمطات واحد اثنين كفايه قوي، اثنين صغيرين كفايه قوي 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 قوي، وشويه بصلايه برده مش هتضايقني في حاجه، هايل. اوكي بعدين اوكي ده حلو ده، نعمل كده. بصوا بقى هنعمل دي اولا كده، تعالي لله لله لي. اوكي كده، وبعتقد بعتقد يعني ان ده كفايه، ودي زنبوله، ودي نعملها كده اهو، بوله بوله بوله. يلا يا بابا نعمل كده. اوكي لا اوعي راح فين. اوكي اوكي ادي واحده تاتا، وكمان واحده تاتا. اوكي يعني بنتكلم في نص سنتي، سنتي ال 8 مللي حاجه كده يعني. اوكي يلا، وبعدين نعمل دي هكذا هكذا هكذا. اصبر 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 اصبرتين. اوكي يلا جميل جمال. بصل احمر في الحدوته دي برضو ايه لطيف، بيدي برضو لونه. نعم اوكي اوكي يلا نعمل كده عن اذن سعاده سعاده سيادتك. شويه سمنه هايل. هنعمل كده اهو، وناخد الحلو ده. حلو حياتي حلو لا 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 قلت بحب الحب اوكي طيب. قبل ما انت كده ايه تعيش مع نفسك وتقول حاجات،
تتبلونا تتبلونا دبلات، احط لك ايه شويه ملح، شويتين ملح ونزع عن نفسك هيك. طب يلا نعمل كده، ناخد الجميل ده نعمله كده اهو، ولا زعل نفسيتها. طبعا اللي انا بعمله ده ما ينفعش الا لو كانت السكينه حاميه جدا وتقيله، اوكي، ومحدش ايه متضايق من الدوشه. لو حد متضايق من الدوشه الجيران اللي تحتكم ما تخبطوش. انت فين يا ابني؟ اوكي انزل بقى، ولا نشيل ده بقى خلاص ما عايزينهمش، ممكن تحطوهم في حاجه ثانيه. يلا بيك يلا بيك، جميل جمال ملوش مثال. يلا بيك، مش لازم استنى عليها لما تدبل الطماطم والحدوته دي، يعني على طول اهو هتلاقوا الصوص احمر مش مشكله. يلا انزل بقى وكل ده يتقلب مع بعضه، و نديها شويه شويه زياده، اوكي، بدل ما هي بقى ايه. بس هو بيني وبينكم يعني الحقيقه، يعني هو النفر بتاع ايه ياكل حمامتين، يعني بورسيون حمامه واحده ما تكفيش، يعني ده فجافيج حمام اليومين دول. ما بقاش الحمام الحلو بقى، بس غالي جدا يعني، لا يعني يعني جوز الحمام يعمله مثلا 500 جنيه حاجه كده، غالي جدا. نوع معين من الحمام الملوكي ده بيبقى الحمامه نفسها كبيره قوي، عامله زي الفرخه كده، اقل من الفرخه شويه، زي الكتكوته كده، حلو قوي بس غالي جدا. ما حدش بيستعمله، بيستعملوا الحمام بقى اللي هو العادي بتاع الايه الابيض ده، او حمام الهجره، حمام الابراج كده يعني. طيب تعالى بقى عشان ايه، معلش انا اسف هشيلكوا تاني، اعمل لكم شويه حاجه كده اهو من الاول، اوكي تمام شويه ما يجروش، ونشوف بقى الدنيا عامله ايه. يلا تعالوا نحطكم انتوا هنا كده عشان ما حدش يتضايق مننا، ويقولوا ان احنا ايه صغير قوي، مش صغير قوي بتاع. اوكي يلا يا عم الحاج، اوكي تعالى لي لالي ده على ده. يلا يا عم ولو جميل جمال ملوش مثال. اوكي يلا ميتك الحلوة السخنة على الفرن. طبعا ان ذا مين تايم انا لازم اقول لكم ان احنا لازم نبص على اللي في الفرن، لانه اكيد شرب ميته من زمانات. يلا بيك يا حبيبي. اه طبعا شرب، الله شرب الميه واللون والحدوته وقصه. يلا شويه الكريمه بقى، ويعيد يدخله للفرن. شايفين لونه حلو ازاي؟ يا ولا يا ولا. بس عقبال ما يشرب بقى شويه الكريمه دول ويعملوا كده شو اسمه شغل شغل شغل. تعالى لي هنا كده نعمل كده. الله. عيش بقى حياتك في الفرن لغايه لما تشرب الحمدوته دي كلها. اوكي يلا بيكا يلا بيكا، استنى يا ابني. ها بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي جميل، الله الله. يلا عملت ايه هنا؟ عملت الدخل ده في الفرن صح؟ ميه بقى سحنونه، ميه سحنن 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 لغايه ما تتغطى، رايت؟ يعني اعمل كده تظهر معانا شويه ايه شويه حمام يظهر معانا كده بس كده. يا ولا يا ولا يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا هايل. ده قدامه ساعه، ده قدامه برضو يمكن نص ساعه. نطلع فاصل ونرجع تاني، ابقوا معانا.
اهلا بيكم بعد الفاصل. وخلاص بقى، خلصنا بقى الحمام والحواديت والفريكات والكلام ده. طيب انا هعمل النهارده معاكم حاجه لطيفه قوي، فيجيتيريان لطيفه، مش فيجن، فيجيتيريان، لان هي فيها اكشولي فيها منتج حيواني اللي هو الجبنه. عايزين تستغنوا عن الجبنه وتعملوها فيجن من غير اي انواع هايل. طبعا هي نفس الريسبي، نفس الطريقه، نفس كل حاجه، بس هنشيل الجبنه. اوكي طيب هنعمل ايه بقى؟ هنجيب باذنجانيه. استنى، انا هستعمل باذنجانيه. بصوا هقول لكم على حاجه، هنعمل باذنجانيه، هنعمل ساندوتش من الباذنجان. يعني ايه ساندوتش من الباذنجان؟ يعني الباذنجان بتاعي هو بدل البانز، بدل العيش. اوكي هكذا مثلا هنشيل دي، وبعدين هاخد الباذنجان ده واعمله كده، هقشره يعني من جانب واحد كده اهو. يعني ايه من جانب واحد؟ هعمل كده، بصوا اوكي واقفه انت كده حلو. قشرت قشرايه، هقوم عامل كده ومقشر واحده ثانيه من ناحيه هنا اهو.